بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اشوف العناصر الموجودة في كاتيجوري محدد، هاجي هنا اقول له كاتيجوري، اقول له اختار لي كاتيجوري. كده من هنا اقدر اختار الكاتيجوري اللي انا عايزها. ممكن اقول له all element of category، يبقى كده هيجيب لي كل العناصر اللي موجودة في الكاتيجوري ديت. وبعد كده هقول له show او واتش. تمام، عندي 3D والواتش العادية، اختار واتش عادية. تمام، اهي من الكاتيجوري دي اختار العناصر اللي موجودة. مثلا نختار وول كاتيجوري الاليمنت، هقول له واتش، فهبدأ اشوف العناصر هنا واقول له وريها لي برضه في الثري دي. طيب ممكن اقول له انا عايز عن طريق الليفل، اقول له مثلا ليفل، وهقول له انا عايز all element at level، واقول له انا عايز watch، اقول له انا عايز مثلا level 1 all element of level watch. هيبدأ يظهر لي كل العناصر اللي موجودة في ليفل واحد والاي دي بتاعها بالشكل دوت. ممكن اقول له انا عايزها ليفل 2 ليفل 3 زي ما انا عايز.